احنا الحقيقه شرفنا بانه سالنا مجموعه اسئله، اذا كنا استخدمنا الجرافيك ديزاينرز، اذا كان في محتوى ترفيهي، اذا كان في امكانيه للشخص ان يقيم نفسه ويعرف هو مستعد للزواج ولا لا، بما انه من الاختبارات النفسيه. الحقيقه دي اكتر احنا ما كناش عملناها، فاحنا يعني وعدنا بدراستها وقفتها على تنفيذها ان شاء الله. القبول على الشاشه، ممكن واحد يكون عالم وخبير بس ما عندوش القدره على التواصل بلغه سهله وبسيطه ومناسبه للشباب، والاهتمام طبعا بالخبرات العلميه والشهادات والمعارف والمحتوى. وبعدين هم كمان الافكار اللي بيقولوها والموضوعات اللي بيطرحوها هي جزء من دليل تدريبي تم تطويره مع خبراء علم نفس واجتماع وشريعه بالتعاون ما بين المركز المشهور الاسريه للكنيسه المصريه ودار الافتاء المصريه ومجموعه من خبراء علم النفس. بالتاكيد الاصدر دائما موجود، بس لان دار الافتاء عندها مكتب لتلقي الاسئله 4800 سؤال شهريا، فهذه الاسئله بتعرفنا ايه الموضوعات اللي بتشغل الناس. فاشتغل معانا الدكتور عمرو الوردي. احنا مستمرين على فكره في تدريب المجندين، مستمرين في التدريب في الجامعات، مستمرين في تدريب مكلفات الخدمه العامه 2500 بنت، في تعاون مع وزاره الثقافه عملنا مسرحيه، في تعاون مع مراكز الشباب، في تعاون مع كل الاطراف. يعني من المنصه الاجتماعيه مش معناه ان احنا هنوصل نغطي الجمهور في التوعيه والتدريب. زي مثلا عمر صلاح في موضوع الحقيقه احنا هنا عندنا مجموعه من الرياضيين ومجموعه من الفنانين، يمكن حضرتك شايف صور لبعض الفنانين الشباب المتزوجين حديثا وبعض الشخصيات العامه المحبوبه، وبالتالي احنا تدريجيا كل ماذا هندخل ناس اكثر، بنبحث عن النماذج للازواج والزوجات الناجحين عمليا واسريا وندخلهم معانا. بالتاكيد بالتاكيد بالتاكيد. انا عاوزه اقول لحضرتك انه مهم جدا ان الناس وهي متزوجه تكون سعيده، وحينما تنفصل تنفصل باحترام. السيد رئيس الجمهوريه كان اوصف العام الماضي في مؤتمر الشباب باهميه تأهيل الشباب المصري للدخول على الزواج. السيد رئيس الجمهوريه تلقى الالم كعز الخطاب بشكل الحقيقه يقلق، وخصوصا في الثلاث سنوات الاولى. فهي قضيه شبابيه بامتياز، كيف نقيم اسره سعيده، كيف نقوم بتربيه الاولاد تربيه سليمه، كيف نسعد عايزين منا الطرف الاخر ونتحمل مسؤوليه هذه الشراكه المهمه هي شراكه للحياه. وبالتالي كان مهم ان احنا نعمل برنامج تدريبي، عملنا برنامج تدريبي، عملنا دليل تدريبي، دربنا 300 من المحاضرين في الجامعات المصريه، اشتغلنا في 5 جامعات في 3 محافظات، قدرنا ندرب 75,000 شاب وشابه في العام الاول، بالاضافه ل 30,000 من المجندين في قواتنا المسلحه. الحقيقه هذه الاعداد ليست كافيه، لان 100,000 من 980,000 بيدرسوا كل سنه، و 198,000 بيتطلقوا كل سنه، هي اعداد صغيره. فاعتمدنا طريقه التعلم عن بعد، هذه التعلم عن بعد بيكون قائم على منصه الكترونيه، يكون فيها محتوى تدريبي جذاب يجمع بين العلم والترفيه.